ورا الفيديو يعني اللي اللايف اللي درنا باقي هنا اي جي تي في ولحتو حتى فلاشين يوتيوب اللي ما عندوش هنا الانستغرام. اليوم الثاني المتتالية المرتبطة بالدالة وجوج ديال الوطنيات راه كاين في لاشين يوتيوب وراه مخليه هنا اي جي تي في، يعني اليومين الاولانيين بجوجهم كاينين في لاشين وكاينين في الانستغرام. دابا بالنسبة للاعداد العقادية هو اليوم الاول فيها اليوم اللي هو اليوم فهم الدرس، راه الدراري مشاو تفرجوا في اللايف اللي مخلي لكم في الانستغرام هنا يعني ديال الدرس في ساعة وشافوه في لاشين يوتيوب. دابا حنا غادي نخدمو تمرين اللي غادي نتبتو فيه هادشي ديال واحد الوطني تجريبي 2020 صافي واضح. باش غدا ان شاء الله باذن الله انتوما غتخدمو خمسة ديال الوطنيات صافي واضح، خمسة ديال الوطنيات وانا غادي ندير معكم وطني صافي مفهوم. يلا اللهم يسر ما يجيب تيسير. يلا دونك ان شاء الله باذن الله حاولوا دابا غير تبارطاجيو الماكس مع اصحابكم، يعني وصلوا اللايف الماكس ديال الـ يعني كاع الناس توصل ليهم وغادي نبداو ان شاء الله باذن الله. يلا 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 بارطاجي بارطاجي بارطاجي. قمر 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 سيدنا النبي قمر يلا اخوتي نبداو على بركه الله. دونك غادي نبداو واحد الوطني تجريبي اللي هو غيكونوا فيه بزاف ديال لي زانفورماسيون في طبيعه المثلات في الشكل المثلاتي في الدوران، يعني فيه هو الدوران فيه نقط مستقيميه يعني شبعان دي زانفورماسيون وعطاو عليه 4 نقاط ونص، يعني 4 نقاط ونص يعني ما سهلاش باش تجيبها في الوطني. دونك حاول انك تركز معايا في هذا التمرين صافي واضح. تمرين الأعداد العقدية في واضح وطني تجريبي 2020 طبيعة الحال. كنخدم معكم وطنية تجريبية باش يجيكم الوطني سهل إن شاء الله بإذن الله. وطني تجريبي 2020 باش انتوما راه كاين فيكم اللي خادم الوطنيات كاملين يعني كيستافد معانا، وحتى اللي ما خادمهمش كيستافد معانا وكيمشي يخدم الوطنيات، ويعني بنادم يعني كيراجع كيستافد حاجه هو اننا نستافدوا ماشي نبقاو نطيحوا في الروتين نبقاو نعاودوا نفس الحاجه صافي مفهوم. السؤال الاول اللي عاطين عليه نقطه اللهم بارك نقطه، قال لك حل في المجموعه السي معادلة. كلكم كتعرفوا تخرجوا المعادلة واللي ضيعها في الوطني راه ما عمرو تبع معايا. 1 على 4 زد كاري ناقص جذر 3 زد زائد 4 كتساوي 0 صافي مفهوم. دونك انا باغي نحل هاد المعادلة في المجموعة السي، اول حاجة كنديرها ماذا هي حساب المميز دلتا صافي مزيان. دونك دلتا هو ب كاري ناقص 4 اسي اللي هو ماذا اللي هو ناقص جذر 3 اس 2 ناقص 4 في 1 على 4 في 4 صافي مفهوم مزيان. دونك هنا اش غادي يعطيني انايا، غادي يعطيني 3 صافي مفهوم ناقص 4 فهادي غتعطي 1 دونك غتبقى لي هنايا ناقص 4 دونك الخارج فهو ناقص 1 اللي هو اصغر من ماذا اصغر من الصفر صافي واضح اصغر من الصفر. اذا لكان اصغر من الصفر اش كنقول للمعادله حلين
يعني عقديين مختلفين في السي للمعادلة حلين عقديين في سي مترافقين بطبيعة الحال مترافقين يعني بجوجهم واحد مرافق ديالها يعني المعادلة حلين عقديين مترافقين في السي صافي واضح دونك زاد واحد نجبدو ونستنتج زاد جوج باش ما نضيعش الوقت ديالي في الامتحان الوطني دونك ندير زاد واحد ونستنتج المرافق ديالو ولا الكونجوغي ديالو حيت انا كنقول ليكواسيون ادمي دو نومبر كومبلكس دون سي وانا كندير واحد وكنستنتج الاخر على قولة الله اكبر صافي واضح دونك هذا الاولاني ناقص بي ناقص اي جدر ناقص دلتا على جوج ا دونك ناقص بي غتضرب في الناقص دونك غتولي جدر 3 ناقص اي جدر ناقص 3 يعني راه الناقص مع الناقص غتواحد دونك جدر واحد على جوج ا جوج ا يعني جوج في واحد على 4 جوج مضروبه في واحد على 4 مزيان شوف كيفاش ما ندهشرش من الحساب عمرني ما نتخلع من الحساب صافي واضح ما نتخلاش من الحساب دونك هنا جدر 3 ناقص شنو هو جدر واحد هو واحد دونك غتبقى لي غير اي حيت واحد في اي هي اي وهنايا غتمشي ليا جوج مع جوج حيت جوج على 4 هي واحد على واحد على جوج دونك اش غادي يطرى لك جوج غتطلع تضرب غتقلب وغتولي جوج وغتضرب في هذا الفوقاني دونك تساوي جوج عامل لجدر 3 ناقص اي صافي واضح دونك هي جوج جدر 3 ناقص جوج اي دونك هذا هو شنو هو هو الزيد الواحد صافي هذا زيد واحد دونك زيد جوج شكون هو راه هو المرافق ديالو يعني زيد جوج هو المرافق ولا الكونجوغي ديال زيد واحد دونك اش كيعطيني هذه فيها الناقص غادي تولي زائد صافي زائد جوج وهادو هما الحلين العقديين لهذه المعادله هذه صافي واضح نسيت ما ديزاكتيفيتش لي كومونتير دونك مشيو على بركه الله دونك هنا شنو هما دوك الحلين راه هما هادو دونك عندك جوج جدر 3 ناقص جوج اي وجوج جدر 3 زائد جوج اي اقسم برب الكعبه وحطيتي يعني الحلول ديالك بهذه الطريقه بهذه الطريقه الى النقطه ديالك نقطه غتاخذها كامله مكمون صافي واضح هذه كيعطيو عليها 0.75 حتى لين حتى النقطه مهم في الوطني 0.75 حتى النقطة على حسب يلا دوك ننتقلوا للسؤال الثاني قال لك في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المنظم أو يو في شنو هو المعلم؟ المعلم هو أو يو في أنت كتقول لي علاش كتبتي المعلم؟ حيت المركز أو غنحتاجوه ولا كان المركز ديال المعلم هو أو يعني اللاحق ديالو زيرو هادشي اللي كناخذ انا النقط ا ب سي التي الحقها شنو هما الالحاق ديالها هما غادي نكتبهم لك اول حاجه انا في الوطني هما سته في دوك الالحاق اللاحق ديال ا شحال كيساوي اللاحق ديال ب شحال كيساوي اللاحق ديال سي شحال كيساوي نحطهم قدامي باش اشنو ما نتلفش شوف جوج جدر 3 زائد جوج اي وسبحان الله العظيم دوك الحلول اللي كيكونوا عندك ديال المعادله كيكونوا عندك في الالحاق ديال النقاط اللي غادي يعطيوك من بعد عرف هاد القضيه هادي حتى هي من الحوايج اللي كنتاكد بهم بلا ان داك الحلول ديال المعادله راهم عندي صحاح داكشي اللي كنقول من فمي حاول ترد لي البال مزيان ها راه ما كنقولوش غير هكا كنقولوا الا وغادي يفيدك دونك السؤال الالف الاول ولا السؤال ا قال لك اكتب اسمع مزيان سؤال ا قال لك اكتب العدد العقدي ا على الشكل المثلثي على الشكل المثلثي يعني سو لا فورم تريغونوميتريك دا يعني قال لك اكري لو نومبر كومبلكس ا سو لا فورم تريغونوميتريك يعني على شكل ماذا على شكل المثلث دونك مزيان دونك راك غادي برافو عليك مزيان دونك وانتبه معايا غادي نشد انا داك ا وغادي ندير ليه الشكل المثلثي ديالو اول حاجه كنديرها ماذا شوف معايا
حتى اللي ما فاهمش حل العوينات وحل عوينته وداكشي اللي كنقول يحط حداه واحد الورقه ويكتبوا. اول حاجه كنديرها الا بغيت نحسب الشكل المثلثي هو حساب ماذا؟ حساب المعيار الموديول. المعيار شنو هو المعيار؟ هو جذر جوج جذر ثلاثة اوكاري زائد جوج اوكاري. انت مالك مالك انت غادي تمشي تبدا يعني كتحسب في هادشي انت اديرو غير في كالكولاتريس. دير جذر هاد ا اوكاري زائد بي اوكاري بي هو اللي كيكون لاصق في اي. سلام عليك عندك تحط اي راه لا مشيتي تحطيتي اي هنا عرفتي داك التران ديال عويطة عرفتيه داك التران عويطة هو اللي غيضربك تما يعني غادي يضرب لك على التمرين ديالك كامل حيت حاط ديك اي كتبان ما فاهمش. دونك 3 مضروبه في 4 هي 12 12 زيدي زائد 4 هي 16 دونك اش عطينا هنا عطينا جذر 16 وجذر 16 فهو 4 دونك انا باش غنعمل هاد العجب هذا غنعملو ب 4. يلا وسير معايا وتبع معايا وبقى حل عويناتك يلا اللهم يسر. دونك هنا غادي نمشي يا سيدي وغادي نكتب ا هيك هي هادي ا هي ساهله ماهله. شوف انت تابع معايا اش كندير لهاد ا هنايا كنعملها سيدي باش بداك اللي لقيت 4 هو المعيار غنعملها بالمع جوج جذر الحاجه اللي كنعمل بها اش كندير لها كنقسم عليها جوج يعني خلي ديك اي جوج على 4 مزيان. دونك سيدي 4 عامل يعني 2 على 4 راه هي 1 دونك تبقى لي جذر 3 على 2 مزيان زائد اي شنو تبقى لي هنا 1 على 2 ها دونك 4 اش كيكون في الاول كوس بي على انا ما عرفتش شنو هو بي على اشنو. مني كيكون عندك الجذر يا استاذي كدير الفوقاني في التحتاني 3 في 2 هي 6 يعني بي على 6. مني كيكون عند ما كيكونش عندك الجذر في الاول يعني مثلا عندك 1 على 2 كتجمعهم كدير 1 زائد 2 هي 3 صافي واضح. دونك الا كانت عندك جذر 2 على 2 غتقول دير 2 في 2 غتعطيك بي على 4. الا كانت عندك جذر 3 على 2 غدير 3 في 2 غتعطيك 6 بي على 6. الا كانت عندك 1 على 2 كدير 1 زائد 2 كتعطيك بي على 3 وعندك تنساهم راه هما اللي كاينين. والزاويه اللي لقيتها هنا كنحطها نفس السينيس ها عندك نمشي نبغي نطبق القاعده عاوتاني على هذه كطبق غير على الاولاني. شوف هادشي اللي كنقول راه جد مهم. دونك 4 بي على 6 وانا سيدي كتبتو على الشكل ماذا؟ على الشكل المثلثي وساليت مالي انا ساليت. واش كاينه الاخوان ولا ما كايناش؟ يلا دونك دابا انا ساليت السؤال ديالي ديال الشكل المثلثي. دونك اش غادي نمشي ندير دابا؟ بارطاجي ولا ما تفرجش في هذا اللايف هذا اليوم راه ضاع. دونك شوف السؤال اللي من موراه هو يقول لك شوف السؤال هذا اللي حطوه لك غيقولوا الامتحان الوطني صعيب ناري الامتحان ما في ما يتخرج. شوف قال لك ثم استنتج ان ا شوف ثم استنتج شو شحال درت شحال من مره درت هاد السؤال ثم استنتج ان ا اس 2022 يعني 2022 مالو هاد 2022 عدد حقيقي سالب عدد حقيقي نيجاتيف سالب. قال لك هنا يعني ديدوير كو ا على بويسونس 2022 هي مالها سي ان نومبر ريال نيجاتيف. دونك هنا اش غادي نمشيو نديرو غنطبقوا القاعده. هاي القاعده غنحطها هي الاولانيه باش ما تقولش ليا راني ما فايتش شايفها وانا درتها. الا مشيتي تفرجتي في داكشي اللي قلت لك في ستوري تفرج فيه راه دارتها. قلت لك الا كانت عندك ا الشكل المثلثي ديالها هو اغ تيتا الا درتي اس ان هذا اش كتسمى صيغه موافره هادي. دونك هنا كدير اغ اس ان واش كدير هنا كدير ان تيتا اغ اس ان ولا كدير هنا ان تيتا صافي واضح. دونك غنمشيو نديرو نفس الحاجه حنا على هاد ا ياك عندنا عندنا اشنا هي الشكل المثلثي ديالها هو 4 بي على 6 كاينه وما كايناش 4 بي على 6. دونك هنا غدير 2022 حتى هنا غدير 2022 اش قلنا داك ان داك ان مالو يعني 4 اس 2022 وديك 2022 كتضرب
كتضرب فاش بيلس شي ولا مشيش يعني هذا اس هذاك العدد وداك العدد كيتضرب في ديك الطيطه صافي مفهوم هذه كتسمى صيغه موافر موافر صافي واضح يلا دونك هنا اشنو غادي يطرى يعني هنا نمشي نرد على نردو بحال هكا باش هذا نحسبو دونك 4 اس 2022 نبسط بعدا شحال 2022 ديروها في كالكولاتري شحال 2022 مقسومه على 6 2022 عطاتنا سيدي 337 بي تبقى بحال هكا هذا قسمنا على 6 عطانا 337 بي دونك هاد 337 كيدير عدد فرضي دونك هنا 4 اس 2022 عامل لي كوس 337 بي زائد اي سينيس 337 بي ونسد القوس صافي مفهوم مزيان دونك نتابع دابا مزيان اشنو غادي يطرى اشنو غادي يطرى هذا الا مشيتي درتيه في كالكولاتريس سينيس 337 بي غيعطيك زيرو وهذا الا مشيتي غيعطيك يعطيك شنو هو يعطيك ناقص واحد علاش حيت هذا عدد فرضي حنا كنقول لك كوسينيس 3 بي كتعطي ناقص 1 كوسينيس 5 بي كتعطي ناقص 1 كوسينيس 9 بي كتعطي ناقص اني وانت غادي والسينيس في ديك كيعطي ديما 0 دونك هذا عطانا 0 هذا ناقص 1 دونك ناقص 1 غيتضرب في هادي اش غيعطي غيعطي ناقص 4 اس 2022 صافي واضح وهذا راه عدد حقيقي سالب انت خرجتيه بكل سهوله لو قول لي هادي يعني لاحطوها لك هادي غتبقى تشوف فيها تطافي بلا ما نبقاو نكذبوا على ريوسنا هادي من الحوايج اللي غابرين غابرين يعني غادي تقول ويلي راه فهمتيني شنو بغيت نقول لك ولا ما فهمتينيش دونك هادي خصك نعاودها نعاودها هانت ا اس ان كندير الشكل المثلثي اس ان المعيار اس ان والعمده مضروب في ان صافي يعني ديك ان كتدخل كتولي ار اس ان ان في طيطه دابا هما قال لك بين ثم استنتج ان ا اس 2022 عدد حقيقي سالب كتشد ا اس 2022 كتحط الشكل المثلثي اللي هو 4 بي على 6 اس 2022 هاد 2022 داك المعيار كيهزها اس وهذه كتضرب في بي على 6 مزيان هذه كنحسبها في كالكولاتريس 2022 مقسومه على 6 هي 337 بي مزيان دونك هذه هي طيطا وهذا هو المعيار المعيار عامل لي كوس طيطا زائد اي سينيس طيطا ياك كوس 337 بي زائد اي 337 بي هذا درتي في كالكولاتريس غير هو الكالكولاتريس تكون بالراديان عندك ما ديرش كالكولاتريس بالراديان هذا غتعطيك زيرو هذه غتعطيك ناقص واحد ناقص واحد مضروب في هذه راه هو ناقص 4 اس 2022 السلام علينا وعلى عبادي الله الصالحين هذا هو السؤال واش صعيب ما صعيبش ترى يقول لك ما صعيبش دونك مزيان دونك اللهم بارك دونك مشيو للسؤال اللي من موراه اللي هو السؤال باء واخا مشيو ليه باء قال لك بين ان بين ان ا على بي ا على بي يعني ا مقسوم على بي كتساوي 1 على 2 زائد اي جذر 3 على جوج يعني على بي غتساوي لك هادي كاينين بزاف ديال الطرق ديال الطرق باش تحسبها ها انت اول حاجه اول طريقه هو كيبان لك بلا ان ماذا كيبان لك بلا ان او بي راهم مترافقين فيما فيما في يعني فيما بعضهما يعني هذا المرافق ديال هذا دونك ممكن انك من الشكل المثلثي ديال هذا تستنتج الشكل المثلثي ديال هذا وتقسمهم على بعضياتهم وفي الاخر تلقاها وندير الطريقه الاولى وندير الطريقه الثانيه والله تنديرها بالله كتبغي نديرها طريقه وحده غندير خوتي جوج طرق يلا باش الطريقه واحد تعرفها والطريقه جوج تعرفها باش اللي خرجاتك تجيك ساهل مزيان نبداو الطريقه رقم واحد عندي انا الشكل المثلثي ديالها شناهو عندي هو 4 بي على ماذا بي على 6 صافي مفهوم وعندي بلا ان بي شناهو بي هو المرافق ديال ا دونك هو المرافق ديال 4 بي على 6 ياك ولا لا دونك هادي ملي كنديروا ليها الكونجوغي ديالها اش كتبقى المعيار كيبقى هو هو ولكن العمده كيولي ناقص بي على 6 شتيها ولا ما شتيهاش هادي ما كانتش على بالك ياك مزيان دونك هادي ها هي درتها لك في بالك عقل عليها هي نديرها لك كقاعده ها هي غنديرها لك هنا وسط واحد الـ واحد السحاب ها
انت اللي كانت عندك زيد هي اغ تيتا، راه المرافق ديالها هو شنو هو؟ هو اغ ناقص تيتا. صافي مفهوم؟ يلا وعقل على هادي، وراني دايره في الدرس، راه اللي مشى تفرج في الفيديو راه دايره في الدرس، الدرس في ساعه. دونك غتمشي اش غادي دير دابا؟ غدير ا مقسومه على بي، ا مقسومه على بي، هاي ا مقسومه على بي شنو هي؟ هي 4 بي على 6 مقسومه على 4 ناقص بي على 6. فهمتم؟ دونك هادي اش كنديروا فيها؟ كنديروا المعيار على المعيار، يعني 4 على 4، وكنديروا الطيطه ناقص هاد الطيطه هادي. صافي مفهوم؟ يعني كنديروا الطيطه الفوقانيه اللي هي بي على 6 ناقص ديك ناقص الطيطه ديك التحتانيه، شتا مزيان؟ دونك اش غتولي لينا هادي 4 على 4 راه هي 1، و بي مع ناقص مع ناقص هو زائد ياك، زائد بي على 6 1. دابا بي على 6 زائد بي على 6 هي 2 بي على 6، كاينه ولا ما كايناش؟ وشنو هي جوج بي على 6؟ هي 1، غتمشي جوج مع جوج غتبقى بي على 3، كاينه ولا ما كايناش؟ دونك اش غيخرج لينا هذا؟ شوف اش غادي يخرج، غتولي لك 1 كوس بي على 3 زائد اي سينيس بي على 3. صافي مفهوم؟ واش كيعطي اش كيعطي بي على 3؟ كيعطي هو جذر 3، يعني كيعطي هو 1 على باردون، هو 1 على 2 زائد واش كيعطي اي جذر 3 على 2. وهذا راه هو هذا اللي مكتوب عندك هنا، غنعاود نكتبو في الورقه الاخرى. ها انت دونك هنا غتكون حسبتي بلا ان ا قلنا ا على بي، خرجت لك اسيدي هي 1 كوس بي على 3 زائد اي سينيس بي على 3، هي هادشي اللي هادشي اللي درنا. دونك هنا اش غادي تخرج لك اسيدي؟ هي 1 عامل شنو هو هذا؟ راه هو 1 على واحد على وعلى جوج. علاش؟ حيت قلت لك واحد زائد جوج غتعطيك ديك ثلاثة اللي كاينه لتحت، شتا ولا لا؟ الناس اللي فاهمين المسائل. دونك هي غتخرج لك هي 1 على جوج زائد اي جذر 3 على جوج. هذه طريقة ديال شي واحد اللي بروفيسيونيل، فهمتيني؟ ما نكذبوش على الله. صافي واضح، يعني شي واحد اللي متمكن من الدرس ديال الأعداد العقدية، ماشي حافظه، فاهمو يعني فاهمو مزيان عن ظهري، يعني صافي فهم. واللي تبع معايا من الاول اقسم بالله حتى يفهم اعداد عقديه، ماشي غي ماشي غيدير داكشي ديال الاساسي حفاظه ولا شي حاجه، لا. دونك الطريقه رقم 2، هذه هي الطريقه رقم 1. الطريقه رقم 1 باش نعاودها لكم، يعني عندي هذا الشكل المثلثي ديالو انايا استعملته، فهمتي؟ استعمل داك الشكل المثلثي ديالو، يعني بي درت ليها هي البار ديال هذه هي هذه، ومشيت صافي درت ا على بي، وطبقت ديك القاعده ديال اغ تيتا على اغ بريم تيتا بريم، هي اغ على اغ بريم وتيتا ناقص تيتا بريم، ياك؟ ها هي درتها 4 على 4 عطاتني 1، وبي على 6 ناقص ناقص بي على 6 عطات زائد بي على 6، وهذا راه عطى 2 بي على 6، ومشات 2 مع 2 بقات بي على 3. وعاد عاد رديت هذا على الشكل المثلثي بحال قلتي، رديته هو 1 كوس بي على 3 زائد اي سينيس بي على 3، شتيه؟ وعطانا داك عطانا داك داكشي اللي باغي نحت، هما قال لك قال لك في الاول انت تحقق من ا على بي كتساوي 1 على 2 زائد اي جذر 3 على 2، مزيان. اشنا هي الطريقه رقم 2؟ شنا هي الطريقه رقم 2؟ واجي تشوف الطريقه رقم 2 هي اللي اغلبيه غادي يديرها. الطريقه رقم 2 هو غدير ا على بي، وغتعوضها باللاحق ديالها اللي كنا حطينا في الاول. ها 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 تحطها ب 2 جذر 3 زائد 2 اي، و 2 جذر 3 ناقص 2 اي، جوج جذر 3 زائد 2 اي، و جوج جذر 3 ناقص 2 اي، وترد على الشكل الجبري. شنو هو الشكل الجبري؟ هو ا زائد اي بي. وانتبه معايا حتى الطريقه هذه، راه ماشي نقولوا ساهله، انا كنقول لكم بان اغلبيه غيديروا هذه، حيت انا عارفكم اش فاهمين. دونك غتمشي غتعمل بجوج الفوق جذر 3 زائد اي، والتحت غتعمل بجوج جوج عامل لجذر 3 ناقص اي. اول حاجه نتخلص من ديك الجوج هادي، حيد عليا. دونك اش غتبقى ليا؟ تبقى ليا جذر 3 زائد اي على جذر 3 ناقص اي. اش غادي ندير انا؟ غنضرب في المرافق. المرافق شنو هو المرافق ديال هذا؟ هو جذر 3 ماذا؟ جذر 3 زائد اي. برافو عليك، برافو عليك. والفوق رد الصرف، حيت مادام تسلفتو لتحت الا وخصني نردو حتى الفوق. دونك اش قلنا؟ المرافق زيد في زيد بار ديالو هو ا اوكاري زائد بي اوكاري، يعني هذا اللي كيكون هنا اوكاري زائد بي اوكاري. دونك جذر 3 اوكاري
زائد واحد أوكاري صافي بلا ما تبقاش محن راسك. وهذا اش غيعطي؟ هذا غيعطي وجد 3 زائد اي الكل استثنان حيت بحال بحال. دونك لتحت اش غتعطينا؟ غتعطينا 4 جدر 3 أس 2 هو 3 3 زائد 1 هي 4 ياك ولا لا؟ هذه متطابقة هامة. جدر 3 أوكاري زائد 2 جدر 3 في اي زائد اي أوكاري كاينة ولا ما كايناش؟ كاينة الإخوان. دونك هنا غتعطينا 3 زائد 2 جدر 3 في اي ياك، وهاد اي اي أوكاري غتعطينا ناقص 1 على 4. دونك 3 ناقص 3 ناقص 1 راه هي 2 زائد 2 جدر 3 في اي مقسومة على 4 كاينة ولا لا؟ وغتاخد هذا على هذا وهذا على هذا حيت 3 ناقص 1 هي 2 وهذا بقى في بلاصتو، 4 راه كيبقاش في بلاصتو. دونك 2 مقسومة على 4 راه هي شناهي؟ هي 1 على 2. و 2 جدر 3 مقسومة على 4 راه غتمشي 2 مع 2 غتبقى جدر 3 مالها؟ جدر 3 على 2. السلام عليكم. هذا هو اعلى علبي. دونك الطريقه اللي درتي الطريقه رقم 1 اللي قلنا ولا الطريقه رقم 2 راه لك واسع النظر، بجوجهم غيحسبوها لك صحيح. وانت اللي بانت لك راها مزيانه صافي خدم بها، يعني كتبان لك مزيانه وفي المتناول ديالك خدم بها، انا ما عنديش مشكل. مزيان الاخوان اللهم يسر مزيان، وبارطاجيو مع اخوانكم اللايف حتى هما مساكن يستافدوا، واللي بغى يستافد راه يستافد، واللي ما بغاش يستافد راكم شفتوا. واش راه نتوما تحكموا ماشي انا اللي غنحكم، سمحوا لي نتوما حكموا ماشي انا اللي غنحكم. واش هاد البروغرام اللي درنا الواحد ما يكونش عارف والو يولي عارف ولا لا؟ يعني الا خدم في هاد 14 يوم اللي بقات راه غادي. السلام عليكم. احنا انا درت اللي عليا والكمال على الله سبحانه وتعالى. دونك قال لك استنتج ان، شوف اش قال لك دابا، قال لك استنتج من مورا هذا السؤال، قال لك استنتج ان شنو هو او ا بي، مال هاد او ا بي هذا؟ مثلث متساوي الاضلاع. مثلث كيدير متساوي الاضلاع. شنو متساوي الاضلاع في الفرنسي؟ ايكيلاتيرال، تريونغل ايكيلاتيرال. دونك استنتج ان او ا بي مثلث كيدير متساوي الاضلاع. دونك اش قلت لكم انا في مثلث متساوي الاضلاع؟ قلت لكم انه خصو يخرج لينا، خصو يخرج لينا المعيار، يعني خصو يخرج لينا المعيار واحد، وخصو يخرج لينا العمده بي على 3. واخا نشوفوه. دونك اسيدي ا على بي اش كتساوي لينا؟ 1 على 2 زائد اي جدرت بين بين غنستعمل هذه. علاش؟ حيت قال لك استنتج، يعني الا ما استعملتيهاش راه عندك شي تخيك ماشي هو هذا. دونك انا اش غندير؟ ا ناقص او على بي ناقص او كتساوي 1 على 2 زائد اي جدر 3 على 2 كاينه وما كايناش. علاش درت او؟ حيت او زيرو، او راه زيرو، راه واخا دير ا ناقص زيرو ا ناقص زيرو. علاش؟ حيت قلت لكم في الاول بالله انه ماذا اصل المعلم، هو راه لوريجين دو ريبير، صافي واضح لوريجين دو ريبير. دونك هو راه اصل المعلم، ومي اصل المعلم راه كيكون لاحق ديالو زيرو. يعني واخا دير هنا او صغيره، نديرو احنا مثلا او صغيره صافي. دونك ما ما ما, ما كاينش اشكال. دونك هنايا خصني نستنتج انا الطبيعه ديال المثلث، نقول راه متساوي الاضلاع. اييه اييه. دونك هذا الشكل المثلثي ديال هذا شنو هو؟ هذا راه بحال معمل بواحد عامل لواحد على جوج زائد جدر 3 على 2، مشهور هذا. بغيتي تمشي تعاود تحسب ليه المعيار وداك الشيء، راه غيخرج لك معيار واحد وغادي تعمل بواحد وغيبقى داك الشيء نفسه لداخل. دونك اذا هذا هو 1 كوس بي على 1 زائد 2 هي 3 كيف ما قلت لكم قبيله، هو طيحنا فيها نيشان وهنا بي على 3 كاينه وما كايناش صافي واضح. هذا هو الشكل المثلثي. دونك هنا غتعطينا 1 والعمده هو بي على 3 مزيان. هذه هي سيدي ا على ناقص او على بي ناقص او. دونك هنا راه صافي، راه عرفتوا بلا انه مالو، عرفتوا بلا انه مثلث متساوي الاضلاع. دونك غادي نقول لهم دابا غنزيد كيفاش غنكتبها في الامتحان الوطني. ها كيفاش غتكتبها في الامتحان الوطني؟ غتقول بلا ان المعيار، المعيار ديال هذا شحال كيساوي؟ ا ناقص او على بي ناقص او شحال كيساوي؟ كيساوي 1 تكافئ ماذا؟ نقسم، يعني المعيار ديال ا ناقص او الفوق الراسها
عدي الحق على المعيار ديال بي ناقص او راسه لتحت كتساوي واحد. زيد ولارغيمون ديال ا ناقص او على بي ناقص او شحال كتساوي؟ ثلاثه الشرطات عندك دير جوج شرطات بي على 3 بترديد دو بي، يعني بي على 3 موديلو دو بي. مزيان بي على 3 موديلو دو بي مزيان. دونك هنا اش غادي ندير من بعدها؟ يعني شنو هو المعيار ديال ا ناقص او؟ هو المسافه او ا. وشنو هو بي ناقص او؟ هو المسافه او بي. كنكتب حروف كبار عندك تمشي تكتبهم صغار. تكافي هاد او بي غتجي للجهه اخرى غتولي او ا كتساوي او بي. مزيان مزيانه ياك تخيره كاع واخا. وهنايا شناهي اين زاويه؟ انا غنعاود داكشي نكتبو مرح باش نتوما تستافدو فيه كثر. هنا اين زاويه؟ هنا هادي اين زاويه بلاتي باش نحيد هادي. هادي اين زاويه لاغيوم ونعاود نكتبو هنا. سمحوا لي الاخوان باش نكتب لكم داكشي يكون شويه مرح لكم فهمتي، ماشي تبقاو داكشي نكتبو لكم. ا كتساوي او بي مزيان، هادي صافي دا العين متقايسين لقيناهم. ولكن هادي اين زاويه؟ هادي اين زاويه؟ هادي اللي كنقول لكم انا اين زاويه. قلنا ديك اللي كتكون الفوق هي اللي كتكون الاخرى، هادي هي او ا، وديك اللي كتكون تحت هي اللي كتكون الاولى هي او بي. صافي كتساوي بي على 3 بترديد دو بي. اذا المثلث او ا بي متساوي الأضلاع. سلام عليكم. عنده زاوية 60 درجة وعنده ضلعين متقايسين أوتوماتيكمو. أنت عنده زاوية 60 درجة، 60 درجة راهي بي على 3 وعنده ضلعين متقايسين أوتوماتيكمو غيعطينا الضلع الأخراني حتى هو متقايس. علاش؟ وعطينا ثلاث زوايا متقايسة. صافي واضح. هذا هو أو أ بي. مفهوم الاخوان؟ اذا هذا هو السؤال يعني بي. دونك غندوزو للسؤال ثلاثة. يلا الاخوان اللي كنتو فهمتو غندوزو للسؤال ثلاثة، ونتمنى انني نكونو كنتستافدو مني مزيان وغادي مزيان، ويا ربي ينجحكم كاملين والله يسعد والديكم بكم. راه الصراحة والديكم ضاربين عليكم تمارة، دونك تنتوما حاولوا انكم تضربوا واحد التمارة شوية. صافي واضح. يلا الله ييسر لكم امور. دونك سير معايا. دونك بالنسبه للدوران دابا عطينك الدوران، قال لك نعتبر الدوران اغ الذي، باش كيتميز الدوران بجوج الحوايج، بالمركز وبالزا وبالزاويه. دونك الذي مركزه، اسمع مزيان، الذي مركزه او وزاويته جوج بي على 3. يعني عطاوك الدوران المركز ديالو هو او الزاويه ديالو هو جوج بي على 3، يعني لا روتاسيون دو سونتر او اي دونغل دو بي سور 3. صافي مفهوم. دو بي سور 3 يلا ما يسير. دونك قال لك الف، سؤال الف قال لك ليكن زد لاحق نقطه ماذا ام و زد بريم لاحق نقطة بين غيقولوا نقطة ام بريم، راكم حفظتوا هذه ام بريم صورة نقطة ام بالدوران، ماذا بالدوران اخ. صافي واضح. وغيقول لك جبد الكتابة العقدية للدوران، يقول لك جبد يعني غيقول لك بين هادشي راه ولا معروف. زد بريم كتساوي ناقص واحد على جوج زائد اي جذر 3 على جوج زائد. صافي مفهوم.
يعني قالك بين ان زيد بريم كتساوي ناقص 1 على 2 زائد اي جذر 3 على 2 فاش مضروبه في زيد. دونك هنا هذه كتسمى الكتابه العقديه للدوران، انت خصك تجبدها فهمتيني ولا لا؟ دونك اش غادي نديرو؟ دونك دابا الاجابه، اجابه مفهوم بلي ندير لك خط بحال ما هكذا، عرف اجابه هادو راه غير لي دوني. اجابه غدير اغ، اش غدير هنا الوسط النقطه، اش كدير هنا الصوره، دونك هنا غدير ام وهنا غدير ام بريم صافي مزيانه. يلا دونك اش كنديرو؟ كنديرو في الكتابه العقديه اللاحق ديال الصوره اللي هو زيد بريم ناقص المركز اللي هو او كيساوي اكسبونونسييل اي تيتا، مفهوم اي تيتا، تيتا راه هي دو بي سوغ، المهم نخليوها تيتا بحال هكا، هي تيتا راه عندك هي دو بي سوغ 3، المهم نعاود نكتبها زيد ناقص او، انا كتبتها لك اون جينيرال، النقطة ناقص المركز. دونك هنا سيدي زيد ناقص او شناهي راه او زيرو، دونك غتبقى لينا غير زيد بريم اكسبونونسييل اي دو بي سوغ 3 فاش مضروبة؟ مضروبة في زيد. شوف ها زيد بريم بانت، ها زيد بانت، دابا غير هذا خصني نبينو راه هو هذا، غنمشي من الكتابة الأسية للشكل الجبري، وأجي نحسبها بوحدها، إكسبونونسييل إي دو بي سوغ 3، أش غادي تعطي؟ أش غادي تعطيني؟ وهي هي كوس دو بي سوغ 3 زائد إي سينيس دو بي سوغ 3، علاش؟ حيت مسبوق هذا بواحد صافي هذا غيكون مسبوق بواحد، دونك اوتوماتيكمون هادي غتمشي ديرها في كالكيلاتريس، كالكيلاتريس غدير كوسينوس دو بي سوغ 3 غتعطيك ناقص 1 على 2 زائد اي وغتعطيك هنا جذر 3 على 2 سانفوم، وغادي تشد انت وغادي تعوضها في بلاصتها هنا، غتقول زيد بريم اش كيساوي وماذا؟ هو ناقص 1 على 2 زائد اي جذر 3 على 2، الحوايج اللي كنقول لك ديرهم بكالكول ما تصدعش بهم مخك وسير ديرهم بكالكولاتريس مفهوم، ودونك غادي تخرج لك الكتابه العقديه للدوران هي هذه صافي واضح مفهومه مزيان. يلا الدراري تبعوا 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 تبعوا، ما تفلتوش هادشي ما تفلتوش هادشي، لا جا العكز جريو عليه، لا جا العكز جريو عليه. دونك هذا السؤال الف، اجي نمشيو للسؤال باء، قال لك تحقق ان، تحقق ديما كيجي من موراه كيعطيك هذيك يقول لك تحقق ان واحد النقطه هي الصوره ديال واحد النقطه اخرى بديك الدوران، دونك هذه راه ولات معروفه هي، تحقق ان دي يعني لاحق، لاحق النقطه، نقطه دي كبيره بطبيعه الحال صوره سي، صوره سي المرحله اللي موراها ونعوضوها. يلا دونك دي كتساوي ناقص 1 على 2 زائد اي جذر 3 على 2 ونحل القوس. دابا هنا كاين السي، دونك غادي نمشي وغادي نحط ديك السي شنو كتساوي؟ كتساوي ناقص 8 اي مزيان، دونك تكافي دي كتساوي وغننشر ديك ناقص 8 اي، ناقص 8 اي في هذا ناقص في الناقص زائد، دونك كتولي ليا 8 اي على 2 زائد هدف هذا، دونك غتولي لنا باردون غتولي ناقص حيت هذا ناقص مع الزائد و ايو غتولي او كاري 8 جذر 3 على 2 صافي واضح، دونك هادشي اللي درت. دونك هنايا 8 على 2 شحال هي 4 اي ناقص، شحال غادي تعطينا هنايا؟ غتعطينا سيدي هي ها هي غتعطينا اي او كاري هي ناقص مع هادي غتولي زائد، و 8 على 4 8 على 2 راه هي 4 جذر 3، دونك ها هو خرج لينا الدي كيف ما طلبوه منا،
هو ربع جدر ثلاثة زائد ربعائي. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يلا الإخوان حاولوا تفهموا بحال هاد الأمور اللي بسيطة واللي مفهومة. يلا 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 دونك اش درنا؟ راه غير مشينا عوضنا في ديك اللي لقينا، عوضنا هذا باش عوضنا بالدي، وهذا عوضنا بالسي. هاد دي عوضنا السي، نشرنا السي على هذا وخرجت لينا اوتوماتيك مول لاحق ديال النقطة دي اوتوماتيك. صافي الإخوان مزيان. يلا دونك دابا جا عندك السؤال الاخر وقال لك واحد النقط بين ان او قال لك احسب بعدا اعلى الدي، احسب اعلى الدي وبين ان او او دي نقط مستقيم، نقط مستقيمية. صافي واضح دونك نتابع معايا الدراري اللي كيعجبو السلسله يعني اللايف ديالنا، السلسله ديال هذاك سكريني اللايف، سكريني اللايف راه جو بونس كاين اللي سكرينه يعني في الاول سكريني اللايف ويطاقيني في ستوري عنده، راه هذا هو الحافز اللي كيزيد انه خليني كل نهار كندير لكم لايف وكندير لكم يعني تمارين اللي عارفهم انهم غادي ينفعوكم بزاف، غادي ينفعوكم بزاف. صافي واضح انا ما كنبخلش عليكم حتى نتوما ما تبخلوش عليا. دونك احسب، احسب قال لك ا دي على على ا، قال لك حسب الدي على ا وشوف شحال غتعطيك. نحسبوها دي عندنا سيدي هي 4 جذر 3 يلا خرجت لينا زائد 4 هي كتشي الخرج مستقيمية. اش غادي دير وانتم عارفين القاعدة، تقول لهم لدينا دي على ا وحنا اش غنفيكسيو، غنفيكسيو ديك او صافي مفهوم، غنفيكسيو ديك او كتساوي جوجيك، هادي كتساوي دي على ا، راه عندي دي على ا كتساوي جوج، دونك الا درت دي ناقص او ا ناقص او كتساوي جوج راه بحال بحال، دونك هادي كتنتمي لاغ، اذن او ا دي ثلاث نقط مستقيمية. ورا قلتها قلت لكم لا خرج لكم عدد كينتمي لاغرا صافي، راه او ا دي ثلاث نقط كيديرين مستقيم مستقيمي، وكيكون هذا هو النهاية ديال التمرين، يعني التمرين ديال الوطني التجريبي 2020. انا غادي نحط لكم فلاشين يوتيوب وغنحط لكم نخلي لكم هنا اي جي تي في، حاولوا انكم يعني تستغلوه وتخدموه في هذه الوقيته هذه، وخدموا وطنيات يعني زيدوا خدموا نتوما واحد جوج ديال الوطنيات وان شاء الله باذن الله غادي يكون غير الخير. ما تنساوش انكم تسكرينيو اللايف وانكم يعني تحطوا داك الشيء يعني تسكرينيو اللايف وتحطوا ليا وتكتبوا طاقيوني وتكونوا شي كلمه في حقي اللي غادي تخليني انني نزيد نخدم ونزيد نعطيكم يعني الكثير الكثير الكثير، ونكمل معكم هذا البروغرام اللي هو برنامج ديال الفرصه الاخيره. والله يسهل عليكم اخوتي، والله يجيب تيسير، والله يعطيكم ما نويتو في خاطركم، وان شاء الله باذن الله كونوا هانين انكم هذا البرنامج ديال الفرصه الاخيره غادي ينضيكم لواحد الدرجه ما غاديش تبقاو محتاجين شي حاجه اخرى. راه غادي نمشي معكم في الدوال، غنمشي معكم في الرسم، حتى هو الرسم ديال الداله حتى هي غنديرها، الداله اللوغاريتميه الليميت كل شيء، هذاك الشيء اللي ممكن انه الداله العكسيه لي زانتيغرال كل شيء ممكن انه يتحط غادي ندير. الله يسهل عليكم وبون كوراج، وتهلاو ليا في ريوسكم وتهلاو في والديكم، الله يعطيكم الصحه، الى اللقاء.